نعم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، تقول أم مصعب: للتلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع، هل يجوز ذلك؟ التلفظ بالنية، نعم، تلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، فلا يقول الإنسان عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا عند الصلاة نويت أن أصلي، ولا عند الصدقة نويت أن أتصدق، ولا عند الصيام نويت أن أصوم، ولا عند الحج نويت أن أحج. فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا تتلفظ بالنية؟ أليس النية محلها القلب؟ بلى. أليس الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ بلى، يقول هذا، فالله عالم بالنية. كيف تعلم ربك بأنك ناوي؟ قد يقول: أقول هذا لإظهار الإخلاص لله. فنقول: الإخلاص محله القلب، أيضا محله القلب.